محاضرات كيفية التعامل مع الإنسانية، مع الضمير. الحاجات دي الناس عليه موجودة عندهم أكتر من موجودة عندنا. ده طبعا للأسف. أعتقد إن إحنا مش عارفين أول طبعا في الكلام، وأعتقد إن الأساتذة الموجودين رائعوا ومتفقين بعد كده، بس أنا أتمنى إن الموضوع يبقى على مستوى دولي. هنبص التجارب الأوروبية الناجحة، التجارب الشرق آسيوية الناجحة، وإزاي الناس دي نجحت إن كده تنزع من مجتمعاتها كلمة فساد بمعنى الكلمة، لأن عندهم نسبة الفساد مقارنة اللي عندنا ما يقدرش عليها الفساد. عندهم برسنتج 1% بالنسبة لنا 90%. دول أفريقيا بتوصل ل 95% ومع ذلك ما بيعملش عنها. إحنا أعتقد إن إحنا لو مشينا ورا التطبيق القانوني الفعلي اللي موجود عندنا، مش محتاج تعريف الشعار، القانون موجود. والناحية الثانية ناحية الضمير، مخاطبة الضمير عن طريق مخاطبة مكارم الأخلاق، نحن نحتاج إلى ثورة ثقافية. ثورة ثقافية توصل تبدأ من الشارع يتولاها القيادة السياسية، وطبعا الصفوة والنخبة يبدأوا يدعموها عن طريق منظمات المجتمع المدني في الشارع. أعتقد إن إحنا لو عملنا كده خطوة قصيرة جدا ممكن يجي نتيجة.